هنا تحاك المحادثات ساعاتها طويلة، وهنا للساعة معيار آخر بين المسافات والأرقام، قد تصنع الحلول أو الأزمات بعد أحداث جولة من محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني. يقول مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن خلافات مهمة لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران تدور في حلقة أبعد من أن يكون لها مخرجا أو نتيجة. يضيف المسؤول النتائج غير مؤكدة، والخلافات الرئيسة تتعلق بالعقوبات التي قد ترفعها واشنطن عن طهران ذاك إن التزمت الأخيرة بكبح برنامجها النووي. تداعب واشنطن آمال إيران برفع العقوبات. يقول المسؤول إن بلاده قدمت أمثلة عن العقوبات التي قد تسقط عن كاهل طهران. يضيف تطرقت المحادثات إلى فئة ثالثة من العقوبات وصفتها بالصعبة، تلك التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ولم تتعلق بالأنشطة النووية، بل فرضت بهدف منع خلفه جو بايدن من العودة إلى الاتفاق. تحديات تواجه بايدن إذن ليس من ماضي ترامب فحسب، بل إن جمهوريين في الكونغرس قد يشرعون قانونا يمنع إدارة بايدن من رفع عقوباتها الاقتصادية عن طهران. خيط قاس من سيسحبه أولا؟ يقول المسؤول لم تبحث المحادثات الأخيرة من سيبدأ أولا، هل ترفع واشنطن العقوبات أم تخفض إيران التخصيب للحد المتفق عليه؟ تجيب الأرقام هنا مجددا، تركب طهران المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز، تؤكد ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتضيف في تقرير لها عن عزم إيران لتركيب 4 مجموعات جديدة من أجهزة الطرد في المنشأة ليصل المجموع إلى أكثر من 1000 جهاز طرد. رغم تقلبات المحادثات تسعى أوروبا لتهدئة الأجواء الأمريكية الإيرانية، تنتظر محادثات الأسبوع المقبل في فيينا، ورغم تقدم تلك المحادثات تقول يتعين فعل الكثير.